بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه بعد الانتهاء من كتاب الطهارة، وبعدما ذكرنا هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت هذا الكتاب، انتقلنا بعد ذلك إلى الكتاب الثاني الذي ذكره أبو داود رحمه الله في مصنفه، وهو كتاب الصلاة. وذكرنا أولى هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكانت رواية عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ أو قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، ودخل الجنة وأبيه إن صدق. فكانت هذه الرواية التي افتتح بها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله كتاب الصلاة. وقد بينا قبل ذلك وذكرنا أنه ينبغي للإنسان عندما يطلع على أي عبادة من العبادات أن يقف على فضائل تلك العبادة، ففيها الحث وفيها الحافز على الاستزادة من تلك العبادات، كما تكلمنا قبل ذلك تحت كتاب الطهارة، وبينا أيضا فضل الوضوء. فضل الوضوء، قلنا هذه الفضائل، فضائل تلك العبادات، عندما نقف على فضل أي عبادة من العبادات ففيها الحث وفيها الحافز على استزادة الإنسان من تلك العبادة، وعلى الاستمرارية والاستدامة على أي عبادة من هذه العبادات. وين أن هذه العبادات لا سبيل للإنسان في تزكية النفس إلا من خلال إقامة هذه العبادات بصورة صحيحة، وأن نقوم بتطبيقها وإتمامها وكمالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففيها تزكية للنفوس، وأيضا إقامة الإنسان للصلاة عبارة عن حاجز بين الإنسان وبين مواقعة الفواحش والمنكرات، بين حاجز بين الإنسان وبين مواقعة الفواحش والمنكرات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أن حتى يبين قيمة وأهمية هذه الصلاة. وعندما أيضا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد دوما التأكيد على ذلك المعنى، على أساس أن الصلاة هي علاقة بين العبد وبين ربه. لذلك لما افتتح الله عز وجل هذه السورة مبينا لنا صفات أهل التقوى، قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن دلالة صحة إيمان الإنسان هو اندفاعه إلى التزام الطاعات. قلنا خاصة هذه الطاعة ألا وهي الصلاة،
دوما الصلاة هي علاقة بين العبد وبين ربه، فإن أحسن الإنسان في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى عند ذلك حيحسن مع الخلق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكان السبب أيضا الدافع لأبي بكر رضي الله عنه في قراره في حرب المرتدين أنه قاس الزكاة على الصلاة، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بحرب ما تسمى بحرب المرتدين، قلنا بسبب أيضا مانع الزكاة، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. على الرغم أنه يعني الرواية التي استند إليها عمر رضي الله عنه في كلامه مع أبي بكر الصديق قال: كيف تقاتل يعني من قال لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه رواية التي استند إليها عمر بن الخطاب: فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار قال أنه قاس مسألة الزكاة على الصلاة، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة قرينتها في كتاب الله. دائما كده هنجد الاقتران بين الصلاة وبين النفقة وبين الصلاة وبين الزكاة. فيقول العلماء أن الصلاة عبارة عن إحسان العبد مع ربه، والزكاة إحسان العبد مع الخلق، يبقى فيها إحسان العبد مع ربه ودي إحسان العبد مع خلق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي دايما يعني بنحتاج أن نقرأ في فضائل الأعمال، قلنا فيها الحث واستزاد الإنسان من الأعمال الصالحة. هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله وافتتح بها هذا الكتاب رواية بتؤكد على أن الصلاة المكتوبة هي خمس صلوات في اليوم والليلة، هي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هذا الرجل الذي جاء من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، قال البعض أنه ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة هو ذلك الرجل المذكور ثائر الشعر، أي منتشر ذلك الشعر، يبقى منتشر ذلك الشعر، قلنا على أساس أنها مرحلة كان فيها الصفر رب أشعث أغبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شعث الرأس، قلنا على أساس أنه هو ده من أثار الصفر. قال يسمع دوي صوته، يبقى له صوت ولكن يسمع ذلك الدوي ولكنه لا يفقهون ما يقول، لا يفقهون ما يقول. فذكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عز وجل عليهم من العبادات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه الرواية دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب وجوب حتم، ولو كان فرضا مفروضا لكان الصلاة ستا لا خمسا. وأن هذه الرواية استند إليها العلماء أن المكتوبات أو الصلاة المفروضة هي خمس صلوات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك من الصلوات يعد من باب التطوع، ما عدا ذلك من الصلوات هيعد من باب التطوع. وبالتالي البعض لما قال أن الوتر واجبة قالوا استندوا إلى تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قد أجاب عن سؤال السائل عندما سأله عن الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل هي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا إن كان على سبيل الندب والاستحباب، إلا إذا كان على سبيل الندب والاستحباب. فعد العلماء ما عدا الصلاة الخمس المفروضة كل ذلك على سبيل الندب والاستحباب، منها سنن أكدة، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليها سفرا وحضرا، ولكن لم تعد أو لم ترقى بعد إلى درجة المكتوبة أو الفرضية. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه الرواية دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب وجوب حتم، ولو كان فرضا مفروضا لكان الصلاة ستا لا خمسا. يبقى لو كان الوتر مفروض واجب يبقى على ذلك قالوا الصلاة هتبقى ست صلوات وليست خمس صلوات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال في بيان أيضا أن فرض صلاة الليل منسوخ، يبقى نقول قيام الليل
أيضا منسوخ، ومعلوم أن قيام الليل كان فرض وكان واجب، قلنا مضى ذلك سنة كاملة كما تقول عائشة رضي الله عنها حتى نزل نسخ قيام الليل. أيضا هذه الرواية نستند من خلالها أن قيام الليل أيضا منسوخ بهذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه الواجب على الإنسان الحتمي هو خمس صلوات في اليوم والليلة. قال في دليل أيضا على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان، صلاة الجمعة فريضة على الأعيان ليست من الفروض الكفائية. طبعا مقصده من هذا الكلام البيان على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان. نعلم أيضا أن البعض قال أن صلاة الجمعة هي فرض عين، فرض كفائي، قلنا يعني الأمة مخاطبة بذلك الأمر إقامة هذه الشعيرة، يبقى ده خطاب للأمة في إقامة الشعيرة، قلنا لو قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، المفروض إقامتها. فالخطاب موجه، في فرق ما بين الخطاب يبقى موجه إلى الأعيان وخطاب موجه إلى الأمة. فروض الأعيان نقول إن الفرض يبقى أو الخطاب موجه إلى الأعيان إلى الأشخاص، يبقى كل شخص ملزم منه أن يفعل كذا. لو كان الخطاب موجه إلى الأمة يبقى ده مطلوب من الأمة، مطلوب من الأمة إظهار هذه الشعيرة، وبالتالي متى تم إظهار الشعيرة يبقى سقط الإثم عن الآخرين. فلذلك قال أن هذه رواية فيها دليل وبيان على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان، خمس صلاة في اليوم والليلة، خمس صلاة في اليوم والليلة. نقول كل يوم أساسا في صلاة الصبح، هذه صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، دي صلاة الخمس. في يوم الجمعة صلاة الصبح، صلاة الجمعة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. فصلاة الجمعة يبقى فرض عيني، قلنا يبقى كل إنسان ملزم بذلك الأمر. قلنا بالإضافة للروايات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا من ضمن الأدلة التي نستند إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض علينا في كل يوم وليلة خمس صلوات. يبقى في يوم الجمعة يبقى صلاة الجمعة فرض عيني، قلنا فرض عيني، قلنا على أساس بيذكر هذا الكلام على أساس أن البعض قال أن صلاة الجمعة فريضة فرض كفائي، فرض كفائي يعني هذا لابد للأمة أن تقوم به، لكن مش كل إنسان مخاطب بشخصه، نقول لا فرض عيني كما قال بدلالة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى لما حنتكلم عن صلاة الجمعة. قال في دليل عن صلاة العيد أيضا نافلة، يبقى صلاة العيد نافلة. طبعا بيعدد لنا ذلك الكلام قلنا استنادا إلى هذه الرواية، استنادا إلى هذه الرواية. وقال وكان البعض بيذهب لأن صلاة العيد من فروض الكفاية، وعامة أهل العلم على أنها نافلة، على أنها نافلة. قال إن هي صلاة العيد من فروض الكفاية على أساس أنها شعيرة لابد من إظهارها، لابد من إظهارها، قلنا يبقى دي شعيرة، قلنا الأمة بتخاطب بذلك الأمر لابد من إظهار هذه الشعيرة، وبالتالي نقول متى تم إظهار الشعيرة يبقى سقط الإثم عن الآخرين. زي مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة من الفروض الكفائية، يبقى المطلوب كده أن أساسا نقوم بتغسيل هذا الميت وبتكفينه وبالصلاة عليه وبدفنه، يبقى نقول دي كلها فرض كفائي. يعني نقول لو إنسان صلى على جنازة يبقى هو انفرد بالصلاة على الجنازة، يبقى تم أداء ذلك الواجب، هي من الفروض الكفائية، فروض الكفائية أنها متى يعني أتممناها سقط الإثم عن الآخرين. لكن مش الكل مطالب بصلاة الجنازة أو الخروج على اتباع الجنازة، نقول يبقى صلاة الجنازة يبقى مش الكل مطالب بها، لكن ده خطاب للأمة، يعني مطلوب من الأمة أن تقوم بذلك الواجب كفائي. يبقى متى نقول قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، زي الميت يبقى على سريره هنحمل الميت إلى المقابر، يبقى مطلوب كده ان عدد يقوم بحمل ذلك الميت، نقول والله رجلان قام بذلك الامر يبقى خلاص اتممنا فرض الكفاية، هو والله رجلان لا يستطيع ان يحمل ذلك السرير فمحتاجين الى ثالث او رابع، يبقى نقول ان ده فرض كفائي. ننظر كده الفرض الكفائي ده يقوم بعدد كم، يبقى هذا العدد لابد ان يتوفر حتى نقوم بدفن. نقول يبقى هنا الشرع ما حددش لنا أسماء الأشخاص، ولكن قال مطلوب من هذه الأمة أن يقوم أربعة من الرجال بحمل تلك الجنازة حتى يقوم بدفنها. يبقى نقول يبقى هنا في الحالة دي أي أربعة قاموا بذلك الأمر في حمل هذا السرير
يبقى على ذلك كفونا الأمر، كفونا وأتمموا ذلك العمل، أتموا ذلك العمل. يبقى على ذلك قال إن البعض ذهب أن صلاة العيد من فروض الكفاية، وعمت أهل العلم على أنها نافلة. واللي قال قلنا من فروض الكفاية أساس أنها شعيرة لابد من إظهارها، شعيرة لابد من إظهارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعقيبه وفي تعليقه على ذلك الرجل عندما أدبر ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يبقى على أساس أنه حيتمم هذه الفرائض بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليقه قال أفلح وأبيه. فقال الإمام الخطابي رحمه الله هذه كلمة جارية على ألسنة العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه. قال فيحتمل أن يكون ذلك القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه ذلك على عادة الكلام الجاري على ألسنة العرب ولا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه، كما قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قالت عائشة هو قول الرجل في كلام لا والله وبلا والله ونحو ذلك. وفي وجه آخر هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أدمر فيه اسم الله كأنه قال لا ورب أبيه، وإنما نهوهم عن ذلك أنهم لم يكونوا يدمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم. قال وقد يحتمل في ذلك وجه آخر وأن النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه. يعني بفصل الكلام قال أفلح وأبيه، قلنا ده قسم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، ورد النهي كده صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، وبالتالي قال طب يا ترى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، يبقى نقوله أفلح وأبيه، يبقى ده على سبيل القسم بالآباء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالعلماء بيوجهوا اللفظة فقال والله يحتمل أن الكلام ده خرج من النبي صلى الله عليه وسلم قبل القول بتحريم الحلف بالآباء، وقال ده يحتمل أنه جرى على لسانه كما كانت هذه الكلمات بتجري على ألسنة العرب يبقى غير مقصود فيعتبر كلغو اليمين. وقالوا وجه آخر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أضمر اسم الله عز وجل فقال أفلح ورب أبيه كأن هذا الكلام، ولكن أضمر اسم الله عز وجل فلم يظهره في الكلام إلى غير ذلك. فعلى ذلك ترى لكن من الممكن ان احنا نستعمل ده كدليل، يبقى نقول افلح وابي ان صدق، يبقى لو كان انسان فعل فعلا نقول افلح وابي ان صدق ان قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قال هذه لفظة قال افلح وابي ان صدق ودخل الجنة وابي ان صدق، يبقى هنا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترى ده قسم هيعتبر واحنا ممكن هنقسم بذلك ولا النهي وارد. فالاحتمال هنا نقول دي كلها احتمالات، لكن اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، نهى عن الحلف بالآباء، وبالتالي الحلف كده النهي عن الحلف بالآباء نقول دليل دامغ دليل واضح، لكن توجيه الكلمة فيها احتمالات احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا، ودايما نقول أن اليقين ده لا يزول بالشك أو بالاحتمال أو أن هذا الاحتمال لا ندفع به الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول معنى الكلام انه ما يجيش انسان ويستند ويقول انا اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا توجيه الكلمة قلنا لها احتمالات وبالتالي الاحتمال ما ندفعش به الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الحلف بالآباء فلما حلف بهذه الطريقة او ذكر الكلام بهذه الطريقة قلنا هذه توجيهاتها كلها احتمالات، فندفعش الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن الحلف بالآباء، يبقى إحنا لنا حدود نمسك عند ذلك الحد، مش إنه والله إحنا هنقول الكلمة دي استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يصلح لأن كلها قلنا هذه الكلمة توجه عن طريق الاحتمالات احتمال كذا أو كذا أو كذا، فلا ندفع به الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا هو النهي. الشاهد من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة المفروضة هي خمس صلوات في اليوم والليلة بالمواقيت
التي حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى لها مواقيت. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. هذه من أحب الأعمال، من أجل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه هو أداء الصلاة في أوقاتها، فكانت هذه من أحب الأعمال إلى الله. يبقى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه من أحب الأعمال. قلنا لما بنيجي إحنا حنؤدي هذه الصلاة في أوقاتها، لماذا نؤدي الصلاة في أوقاتها؟ لأن الله تعالى كما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى لها مواقيت. نتعبد لله سبحانه وتعالى أن العبادة نؤديها في المواقيت، ونؤديها أيضا بالصورة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أن إحنا أساسا بنستجلب ذلك المعنى أنها من أحب الأعمال إلى الله. يبقى نقول والله إحنا بنصلي الصلاة في بداية التوقيت لأن ده وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة، نقول والله هذا شيء طيب. لكن أيضا نحن نستصحب معنى هذا المعنى أنها من أحب الأعمال إلى الله، يبقى إحنا بنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. يبقى دي صورة رضا الرب سبحانه وتعالى عن العبد كنتيجة أن العبد امتثل لأوامر الرب سبحانه وتعالى. يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، صفة المحبة صفة ثابتة لله عز وجل نتعبد بمقتضاها نحن نؤدي الصلاة في أوقاتها. يبقى نقول والله مش بتخير وقت الفضيلة، يبقى هذا كلام صحيح، لكن نقول دائما كده نستجمع كل أساسا المزايا أو كل الفضائل لهذا العمل. يبقى مش مجرد أن احنا حنمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن نقول أيضا نتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة صفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله، وكذلك أيضا هذا سبيل الإنسان أن يكون محبوبا إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يكون محبوبا عند ربه هو أن نؤدي هذه الصلاة في أوقاتها. يبقى الواحد بيحافظ كده ويؤكد على أن يؤدي الصلاة في وقتها. يبقى نقول لمجموع الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي ما يغفلش الإنسان عن أي فضيلة من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر هو باب في المواقيت، يبين لنا ميقات الصلوات وأن ميقات الصلوات كيف كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، وكيف تم تحديد أيضا أوقات الصلوات أو حد ذلك الوقت لكل صلاة من الصلوات، بداية التوقيت ونهاية التوقيت كيف تم تحديده. قال باب في المواقيت، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. كذلك في رواية أخرى أن عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال لا عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر اعلم ما تقول اعلم ما تقول. فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، قال يحسب أصابعي خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة،
فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسد الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأصفر بها، ثم كان الصلاة بعد ذلك التقليس حتى مات ولم يعد إلى أن يصفر. فعلى ذلك هذه رواية أخرى أيضا بيذكرها أبو داود رحمه الله في بيان ذلك التوقيت، في بيان هذا التوقيت. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى، حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال الوقت فيما بين هذين. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وباب في المواقيت. يتكلم عن مواقيت الصلاة، يبقى أحب الأعمال الله الصلاة على ميقاتها أو لميقاتها. فقلنا بيلزم الإنسان أن يتعلم مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي ينبغي أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها، ينبغي أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها لما ورد من فضائل ذلك الأمر، وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. يبقى نقول كان محافظا على صلاتي العصر والفجر، وأن هذه الصلوات بتتعاقب فينا الملائكة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تعاقبون فينا في هاتين الصلاتين، وبالتالي يعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف تم تحديد الوقت العملي؟ يبقى جبريل عليه السلام الله عز وجل أرسل جبريل، فأما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين وقال أن الوقت بين هذين، يبقى بيّن كده بداية توقيت كل صلاة ونهاية توقيت كل صلاة. آدي بداية توقيت صلاة الظهر متى يبدأ ونهاية توقيت صلاة الظهر، ونقول ده توقيت صلاة الظهر، متى أدى الصلاة في هذا التوقيت نقول عند ذلك يبقى هذه الصلاة حنقول أنها أداء. هذه توقيت صلاة العصر من بداية التوقيت إلى نهاية التوقيت، يبقى نقول والله حدود الزمن دوت، وأن معرفة الزمن ده حيأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عندما ينزل الدجال، عندما يخرج الدجال، أن عندما بيخرج الدجال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم مدة ما يمكث فيها الدجال في الأرض قال 40، قلنا هذه يوم كسنة، فقال يكفيها يعني صلاة اليوم؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدره. يبقى معنى كده أن احنا نصلي بتقدير الأوقات، يبقى يوم من أيام الدجال 40 يوم أساسا هيكون يساوي زي سنة عندنا، زي سنة. قلنا تخيل كده السنة يعني كم صلاة نؤديها في السنة؟ نقول والله حسب عدد أيام السنة، نقول 360 مثلا يوم، يبقى بنصلي أساسا 360 في 5، يبقى 360 في 5 هذه عدد الصلاة المفروضة.
اليوم بتاع الدجال احنا المطلوب ان احنا هنؤدي فيه الصلاة التي نؤديها في سنة، ولكن اليوم ده هو اساسا نقول هو كسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش هيكفي صلاة يوم واحد فيه، لكن هنصلي فيه صلاة السنة. طب صلاة السنة ازاي؟ نقول ده النهار ممتد فترة طويلة والليل ممتد فترة طويلة، يبقى كيف يكون قلب التقدير؟ يبقى نقدر كده كما نقدر، نقول ما بين صلاة الظهر والعصر نقول والله عدد معين من الساعات، ما بين العصر والمغرب عدد معين من الساعات، من مغرب العشاء عدد معين من الساعات، من العشاء للفجر عدد ساعات معينة، من الفجر لغاية الظهر كلها عدد ساعات معينة. يبقى احنا اساسا هنصلي عن طريق التقدير، تقدير الاوقات. يبقى نقول ان هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في بعض البلدان قلنا النهار ممتد لشهر مثلا، بيمتد شهر كامل كده نهار، يبقى يصلوا ترى هيكفي فيه صلاة نهار؟ لصلاة النهار نقول ادي صلاة الصبح، ادي صلاة الظهر، ادي صلاة العصر، ادي صلاة نهارية، بالليل ادي صلاة المغرب، وادي صلاة العشاء، ادي صلاة المفروضة، خمس صلوات في اليوم والليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لما يكون الشهر ده ممتد الى شهر مثلا، يبقى النهار ممتد لشهر، هل يكفي فيه ثلاث صلوات بس نؤديها؟ يقول لك لا، ده هنؤدي الصلوات عن طريق التقدير. يبقى اللي نقول فرق الساعات ما بين الصلوات، يبقى ده نعلم فقه الصحابة رضي الله عنهم. اول ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان من ايام الدجال يوم كسنة، يعني قال يا ترى هيكفي فيها صلاة اليوم؟ قال لا، ولكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة هتكون بتقدير الزمن، بتقدير الزمن. فهذه نقول هذه صورة من الصور حتى نعلم كيف تؤدى الصلاة، فبيلزم العبد ان هو يعلم كيف يكون توقيت الصلاة. فلذلك قال في هذه الرواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، طبعا عند الكعبة مرتين، قلنا أي في يومين متتاليين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. اليوم الأول جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في بداية توقيت الصلوات، اليوم الثاني أما النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية توقيت الصلوات. يبقى أول يوم أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كما قال، قال حين زالت الشمس، حين زالت الشمس. واليوم الثاني أما النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ظل الشيء كمثله، يبقى نقول في نهاية توقيت صلاة الظهر هو بداية توقيت صلاة العصر. قال وكانت قدر الشراق، يبقى ده أول ما زالت الشمس. طبعا معلوم أن الشمس يبقى نقول أنها بتتجه من المشرق إلى المغرب لغاية لما بتكون الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء، وأن الوقت ده هنعلم أن ده وقت تحريم، يبقى قبل صلاة الظهر كده بما يقدر بحوالي 10 دقائق ده وقت تحريم، عندما تكون الشمس في كبد السماء أي في منتصف السماء، بعد كده الشمس بتزول، تزول عن الموقع بتاعها ده وتكون أقرب إلى المغرب. نقول حتى لو كان يعني بحاجة ضئيلة إحنا لا نلمسها، يبقى لا نلمس ذلك الشيء، ولكن ده الزوال، نقول وقت الزوال أي زالت الشمس عن كبد السماء في اتجاهها إلى المغرب، يبقى تكون أقرب للمغرب من المشرق. أنا لما بتكون في كبد السماء يبقى المسافة متساوية، لما بتزول يبقى زالت، نقول وقت الزوال أي زالت الشمس عن هذا الموضع جهة المغرب، يبقى ده نقول ده وقت الزوال، عندما عند ده وقت الفيء، عند وقت الفيء أي بداية ظهور الظل، ولا لما تتحرك لما تكون الشمس في كبد السماء تبقى عمودية، يبقى عند ذلك ما فيش ظل للإنسان. امتى يبدأ الظل؟ لما تيجي تتحرك جهة المغرب، مش شرط تحرك بقى مسافة طويلة، ولكن مجرد ان هي زالت عن ذلك الموضع، يبقى ده وقت الزوال، وقت زوال الشمس في اتجاهها الى المغرب، عند ذلك نقول حان وقت الظهر، حان وقت الظهر. ولذلك قال في ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق، يبقى قال ان هو ظل، طبعا ظل يبقى غير ملموس، ولكن ده بداية توقيت صلاة الظهر. بداية توقيت صلاة العصر في اليوم الاول كان، قال حين كان ظله مثله، يبقى نقول الشخص ده يبقى ظله على ارض على قد طوله، يبقى ده الشخص، نقول يبقى ظل الشجرة على قد الشجرة الاساسية، ظل الانسان بيكون على قدر ذلك الانسان. يبقى قال وصلى بها العصر حين كان ظله مثله،
يبقى الظل مثله مثل ذلك الشخص. وصلى بها المغرب حين أفطر الصائم، يبقى أدي عند إقبال الليل وإدبار النهار، يبقى ده حين ذلك أفطر الصائم. وصلى بها العشاء حين غاب الشفق، يبقى غاب الشفق الأحمر الحمراء وبعد ذلك بدأ طبعا الليل. وصلى بها الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، في بداية التوقيت بصلى أيضا في بداية التوقيت بالنسبة لصلاة الفجر. فلما كان الغد صلى بها الظهر حين كان ظله مثله، يبقى امتى صلى الظهر؟ نقول هذه في نهاية التوقيت. اليوم الأول صلى بها العصر حين كان ظله مثله، اليوم الثاني لما صلى الظهر صلى بها الظهر حين كان ظله مثله. فالتداخل كأن في تداخل بين وقت الظهر ووقت العشاء ووقت العصر. قال المراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال، ونقول ده في الأول. اليوم الثاني يبقى كان ظله مثله قريبا منه. قال حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. قال الشافعي به يندفع اشتركهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة، ودول لا خبر مسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر. قلنا لما نيجي ننظر كده إلى الرواية إن صلى العصر حين كان ظله مثله، اليوم الثاني لما صلى الظهر كده صلى الظهر حين كان ظله مثله، يبقى معنى كده هل يا ترى في وقت مشترك ما بين الظهر والعصر ولا لا؟ نتخيل كده، يبقى لما صلى العصر هو صلى الظهر تاني يوم في نفس التوقيت، في نفس التوقيت، هل في قدر مشترك ما بين الظهر والعصر ولا لا؟ فبيقول عند ذلك حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. يعني نقوله كده يبقى معنى كلام صلى الظهر في اليوم الثاني، بحيث أنه لما انتهى من الظهر كان بداية دخول صلاة العصر، يبقى ده كان بداية دخول صلاة العصر. فالظاهر كده نقول أن هم اشترك في وقت، لا هو ما فيش اشتراك في وقت، ده وقت أساسا نقول يعني آخر وقت الظهر هيبقى بداية وقت العصر، مش آخر وقت الظهر هو بداية وقت العصر. قلنا لأن البعض قال أن آخر وقت الظهر بيبقى نقول مع بداية وقت العصر، يبقى في وقت مشترك كده، كأن في وقت كده متداخل ما بينهم. نقول لا، ما فيش تداخل ما بين الوقتين، ده نهاية صلاة الظهر هو بداية توقيت صلاة العصر. ما يكونش والله صلاة الظهر ده داخل في بداية توقيت صلاة العصر يشترك في ذلك التوقيت، لا. يبقى ده نقول بعد الانتهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر، يبقى كأنه ممتد كده لآخر توقيته لغاية لما يدخل العصر، مش لما يدخل العصر ده. يبقى ده نقول هنا برضك الوقت ده مشترك، معنى الكلام المشترك يعني معناه بداية العصر كده يتحمل أربع ركعات للظهر، يبقى ده كأنه أداء برضه. نقول لا، مفيش وقت مشترك، ده هي الأوقات كده قلنا يسلم بعضها بعض، يبقى آخر توقيت الظهر هو بداية توقيت العصر. لذلك ما ننساش يعني المرأة التي كانت تصطحات، وكيف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتمم الصلاة لو اغتسلت، لما تغتسل قال لها أن تؤخر الظهر وإيه يبقى في نهاية التوقيت وتعجل العصر، يبقى نصلي الظهر في آخر التوقيت وتعجل العصر في بداية التوقيت. يبقى معنى كده قلنا ده ما يسمى بالجمع الصوري، الجمع الصوري كأن جمعت ما بين الصلوات، لكن ده هي صلت الصلاة دي في آخر التوقيت وهذه الصلاة في بداية التوقيت، في آخر توقيتها يبقى تنتهي من الصلاة، يبقى ده بداية توقيت صلاة العصر. يبقى نقول إن هي يعني إنه يسلم بعضها البعض، لذلك قال ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر، فبين إن هذه التوقيت ولا اشتراك بين الوقتين في وقت واحد، لا فرق لا اشتراك بينهما في وقت واحد كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. قال وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة، هذا لا خبر مسلم، وقت الظهر ما لم يحضر العصر، يبقى هذه صلاة الظهر والعصر. هذا الأمر نبينه إن شاء الله تعالى أيضا مع الرواية التي ذكرها صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقت العصر ما وقت الظهر ما لم يحضر العصر. قلنا ده كلام صريح أن يعني لا اشتراك بين الظهر والعصر في وقت واحد. قال أيضا بالنسبة لصلاة العشاء حين غاب الشفق، يبقى أول بداية الظلمة هي حين غاب الشفق الحمرة، فده بداية صلاة العشاء، يا ترى بيمتد إلى متى؟ وقال وصلى بها العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل،
يبقى ده نقول ده صلاة العشاء دي التوقيت بتاعها، هنعلم ان ده الوقت المختار، الوقت المختار. كل صلاة اساسا بتقسم من الداخل التوقيت بتاعها، نقول هذه من بداية صلاة الظهر هذه لغاية العصر، لكن يا ترى التوقيت نقول ده وقت افضلية، ده وقت مثلا نقول عنه كل ده وقت اختيار من العصر لغاية المغرب. هنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بداية التوقيت حين كان ظله مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظله مثليه، يبقى نقول والله طب ده لسه على المغرب، لسه على المغرب، طب يا ترى التوقيت اللي بعد كده لغاية المغرب. وعندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركع قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى العصر هيدرك أهو بركعة كاملة قبل الغروب، يبقى العصر أربع ركعات، صلى ركعة قبل الغروب والثلاث ركعات بعد الغروب، لكن تسمى الصلاة عند ذلك أداء. الشاهد من الكلام أن الوقت ممتد لغاية المغرب، لكن قال أنه في اليوم الأول صلى به حين كان ظله مثله، واليوم الثاني صلى حين كان ظله مثليه، نقول ده لسه يعني التوقيت مازال في بعد عن صلاة المغرب، التوقيت ده يا ترى يسمى إيه؟ فلذلك هنجد العلماء يقسموا التوقيت ما بين العصر للمغرب، قلنا على الرغم أنه ممتد لغاية المغرب، قلنا بدليل الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى معنى كده أنه ممتد لغاية المغرب، لكن ليه وقف عند الحد ده والحد اللي بعد كده إزاي نسميه؟ هنعرف أن التوقيت الداخلي بتاع الصلاة هنجد من بداية الصلاة لنهايتها ده توقيت أيضا مقسم، ده وقت فضيل، ده وقت اختيار، ده وقت جواز، ده وقت ضرورة، يبقى حتى التقسيمات نقول لأن ممكن إنسان أساسا هيطالب بأداء الصلاة لكن نقول يأثم، هذا لا يأثم، يبقى دخل في الوقت المحظور، نقول يؤدي الصلاة لكن يأثم لأنه كان مفرطا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صلاة المنافق، قال أن المنافق كده بيجلس بيرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام ونقر العصر أربعا، يبقى دي صلاة المنافق. قلنا طب هو أداها في الوقت، أداها في الوقت أهو، قلنا لأن وقت المغرب ما أتاش من بعد، فعلى ذلك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق سماها كذا، قلنا بيجلس يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقر العصر أربعا، صلى العصر كده نقرها نقرا كده أربع ركعات، مع أن المغرب لسه ما جاش أهو، ما دخلش المغرب، لكن قال دي صلاة المنافق، هذه صلاة المنافق. يبقى هنعلم يا ترى طب ما هو لسه نقوله في التوقيت، ومن أدرك العصر ركع فأدرك العصر، في فرق ما بين الأمر ده، فرق ما بين أن هو يكون مفرط، يعني مفرط حتى دخل في وقت الضرورة، في وقت الضرورة. لذلك معلوم من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثلاث ساعات، منها عندما تتضيف في الشمس الغروب، يبقى قبل الغروب كده ده الوقت ده وقت تحريم بناء على رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه في بالنسبة للنافلة المطلقة، عندما تتضيف في الشمس الغروب قبل الغروب بفترة زمنية ما يقرب مثلا من ربع ساعة، يبقى ده نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة، يبقى صلاة النافلة المقصود بها النافلة المطلقة كما قال ايه جانب العلماء. فحنعلم ايضا يعني طب ازاي نجمع ما بين هذه الروايات، ازاي نجمع ما بين هذه الروايات. فعلى ذلك قال ان ده التوقيت وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار. فذكر ايضا بالنسبة للعشاء قال حين غاب الشفق وصلى بها العشاء الى ثلث الليل، يبقى ادي التوقيت بتاع صلاة العشاء. صلى بها الفجر يبقى في البداية كده بغلس حين حرم الطعام والشراب على الصائم، يعني بداية التوقيت، يعني بغلس بداية توقيت صلاة الفجر. قال وصلى بها الفجر فأصفر، يبقى نقول ان هو يعني قبل طلوع الشمس، قلنا بيبقى في وضح النهار، يبقى في رؤية كده في بياض النهار اهو، لكن لسه الشمس ما طلعتش، يبقى لما تشرق الشمس ده وقت الشروق، قبلها كده بيبقى في وضح النهار في بياض النهار، يبقى الرؤية بدأت تتضح اهو، زالت الظلمة وبدأت الرؤية تتضح، فده وقت الإصفار، هذا وقت الإصفار صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. يبقى وقت الفجر كده معلوم من التوقيت كذا لغاية الشروق، لغاية قبيل الشروق، يبقى ده التوقيت بتاع صلاة الفجر. وإن حتى لو كان التوقيت ممتد لكن هنعلم أيضا أن الوقت ذاته بيقسم، وقت الفضيلة بيبقى هو بداية التوقيت، هذا وقت الفضيلة، وأن الإنسان يسعى أيضا إلى تحقيق ذلك الأمر هو أن يصلي في وقت الفضيلة. قال ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، قال الوقت بين هذين الوقتين، قال فيجوز الصلاة في أوله وفي وسطه وفي آخره،
قال القطبي رحمه الله: اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة. قال: وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. يبقى ده حديث المواقيت، ده حديث المواقيت، وده في بداية بيان المواقيت. لكن هنعلم بعد ذلك أيضا يعني أن في روايات وردت كده بتحديد أيضا المواقيت، قلنا بالضبط كده كصلاة المغرب. فالمغرب هنا نقول أن جميع السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول واليوم الثاني في وقت واحد، في وقت واحد، فيترى وقت المغرب ده وقت واحد ولا وقت أيضا ممتد. في الرواية الأولى كده قال حين أفطر الصائم، وقلنا في اليوم الثاني وصلى به المغرب حين أفطر الصائم، في وقت واحد أو في وقت واحد. فنجد أن هنعلم بعد كده في روايات أخرى برضك تعدلت جانب من هذه المواقيت. فالمغرب وقته أيضا بيمتد إلى العشاء، قلنا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المصطحادة لما مرأة أن تغتسل وقال تؤخر المغرب إلى آخر وقته وتعجل العشاء. يبقى كأن الوقت كده قلنا حيتلاحم بين المغرب والعشاء، فتؤخر وقت المغرب إلى آخر وقته، يبقى مش هو وقت واحد، لا ده الوقت فيه ممتد اهو، وتعجل العشاء. يبقى فيه كأن صورة تداخل، قلنا كأن صورة جمع لكنه جمع صوري، ده في آخر التوقيت وده في بداية التوقيت. فلذلك ما قال اعتمد قال الإمام الخطابي رحمه الله: اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة وعدل الآخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. فمن قال بظاهر حديث ابن عباس توقيت أول صلاة الظهر وآخر صلاة الظهر قال فلان مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قائمتين، آخر وقت الظهر إذا صار الظل قائمتين. قال وقال ابن مبارك وإسحاق بن راهوي قال آخر وقت الظهر أول وقت العصر، واحتج بهم في الرواية الآتية أنه صلى الظهر من يوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول. وأيضا ذكر بعض لو أن يعني مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صح صلاة كل واحد منهما. يبقى ده معنى الكلام ان لما احتجوا قالوا في رواية ان صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الاول، يبقى قالوا لو ان مصليين صليا احدهما الظهر والاخر عصر في وقت واحد صح الصلاة كل واحد منهما. يبقى ده من يقول ان الظهر والعصر لهم وقت مشترك مع بعضهم في تداخل كده، يبقى في تداخل يعني بداية توقيت العصر نقوله اللي هو لو صلى الظهر بما يشتمل على 4 ركعات يبقى ده كأنه صلى الظهر في وقته. ده الكلام ده لمن قال بوقت تداخل مشترك ما بين الظهر والعصر، يبقى البعض قال هذه صورته. لكن طبعا هنا معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرح ما لم يحضر العصر، يبقى بيّن كده ان التوقيت نقول ده بيسلم له لكن ما فيش وقت مشترك بينهما. لذلك حيجي يتكلم بكلام الإمام الخطابي رحمه الله، قال الخطابي إنما أراد فراغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول، وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائل وأواخر أوقات دون عدد ركعات وصفتها وسائر أحكامها. ألا ترى أنه يقول في آخره والوقت فيما بين هذين الوقتين؟ فلو كان الأمر على ما قدر أو لا قال لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات. وحيبدأ أيضا يذكر لنا جميع هذه الأوقات، وحنرجع عنا كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.